سردين مالي بطريقة جديدة. هنشوف نقليه مع بعض ازاي. نشوف المقادير على الشاشة. سردينة حلوة من اسكندرية. حلو قوي. جبناها نظفناها شلنا بطنها، مش محتاجة تتغسل بعد ما نشيل بطنها خالص. بناخد السردين زي ما هو كده. معانا توم، معانا عصير ليمون، ملح، فلفل، كمون، كزبرة. هنا الكمون والكزبرة يقولوا كلمته. هناخد الرز دي كده مخرجنا اهو، مش عايزها. نشيل دول نحطهم هنا كده. الله. يعني لو احنا بنعمله صينية نخلي الراس بتاعت السردين. بحب امصمصها كده بيبقى طعمها حلو قوي. ولكن مالي مش عايزين الراس بتاعت السردين. بتعملي مكاريلي مالي ابن عم السردين او كسير الشباب، ارمي راس المكريل لانه هيزفر لك الزيت، مش هتقدري تحمري فيه حاجه بعد كده. اه رصيت السردين كده بالساطور واحطهم هنا. حلو. الساطور بالنشابه او بلانشا مش عايزه. يلا بينا. معانا السردين الحلو عليه معلقه توم حلوه. تسلم ايدك يا عم الشيف. معلقه عسل حلوه. ايه الجديد ده يا عم الشيف؟ ايه اللي بيجي تحت ايدك بتحط؟ اه والله دي مش مكتوبه في المقادير بس انا حطيتها. معلقه عسل حلوه، قليل من الشبت. ده المطبخ، دايما نخرج بره النص زي الاستاذ عادل امام كده ربنا يديله الصحه. حلو. اه كمون، بابريكا، اومر، معلقه عسل هو هتشوفها دلوقتي، معلقه كركم. حلو. فلفل اسود، سويت اند صور، الملح. حلو. الكزبره الناشفه، كل دول مع السردينه الحلوه وهنقلبهم. اوعى تحط زيت. مخرجنا قال لي ليه عسل؟ والله انت ابن حلال. كان نفسي حد من الساده المشاهدين يسالني يا عم الشيف يا عسل ليه حطيت عسل؟ حلو قوي. السردينه الجلده بتاعتها والكفر الخارجي ناعم، مش بيشيل التوبنج بتاع الخليط اللي انا هقلي بيه اللي هو السميد الناعم اللي انا هحمر فيه دلوقتي ده. شفت بقى انا جبت لك ازاي التفاصيل عشان انا بحبك اهو. ده سميته ناعمه مع دقيق. حلو الكلام. فانا حطيت معلقه العسل. طبيعي العسل لما بيلاقي العسل بيقرب منه، فالعسل هنا هيديني ماده او يديني كفر للشكل الخارجي يشيل معايا من التوبنج اللي انا هتبل بيه دلوقتي. عرفت ليه انا حطيت العسل؟ حلو الكلام. هنقلب كده اهو. ده اذا السردينه في ايدي خلاص. شفت ازاي اهو؟ اه والتوابل مسكت في السردينه. كل ده بقى ايه؟ بمعلقه العسل. شفت اللي بيجاور العسل؟ اه ربنا بيكرمه. اه شفت السردينه الحلوه؟ ناخد السردينه الحلوه دي كده زي الفل. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ واغلف السردينه من بطنها. كل حاجه. في حاجه انا نسيت احطها ودي مهمه جدا على فكره، عصره حامض او عصره ليمون. اه والليمون مع العسل ده مشروب صحي ينصح به في ايام الشتاء والبرد. حلو. يلا بينا. اه هنعمل ايه دلوقتي يا عم الشيف بقى؟ معايا سميد ومعايا دقيق. ده دقيق طبعا، كوبايتين من الدقيق. بنحط عليهم شويه سميد ناعمين. برضه تحط ليه سميد يا عم الشيف؟ السميد ده زي ما بنحطه كده على عجينه بلح الشام بيرمل لي الخلطه بتاعه القليه او بتاعه الكريسبي. نفس القصة يعملها معايا هنا مع التوبنج بتاع السردينة. شوية فلفل، شوية بهارات على الدقيق. لا أنا مش عايز أحط توم باودر ولا بصل باودر، ده لما تيجي تعمل فرايدي تشيكن. مخرجنا شاطر قوي على فكرة، خلاص اتعلم. بيقول لي توم باودر وبصل باودر. أول ما بنعمل حاجة اسمها كريسبي لازم، لا خالص، السردين بريء منها.
خلينا مع التوم الطازه دي بهاراتها اهيت. عندي زيت شديد الحراره عشان نحمر في الطاسه. نقلب دول كده سميد ناعم مع دقيق مع شويه بهارات حلوين من اصابع ايدك الحلوه. ناخد السردين نسقطه هنا ونحمر في قلب الطاسه. هنحمر حاجتين دلوقتي، هنحمر الزلابيه ونحمر السردين. الزلابيه هنحمرها في القلايه بتاعتنا لانها عايزه زيت غزير، اما السردين مفيش مشكله ممكن تحمريه في طاسه على النار زي اللي معايا دي كده وتحطي فيها كميه زيت قليله. الزيت ده يا دوبك يعني يغطي السردينه، مش لازم زيت كثيف. ونبدا نحمر السردين مع بعض كلهم كده. هنشوف ازاي تقدري تعملي التتبيله بتاعه السردينه دي وتحطها في الثلاجه تقعد ساعتين مفيش مشكله، ثلاث ساعات مفيش مشكله. هناخد السردينه بالشكل ده كده مخرجنا الجميل. يلا مع بعض توكلنا على الله واحنا واقفين كده اهو. يلا بينا نمسك السردينه من ديلها. بطنها مليانه عسل ويجعل ايامنا عسل يا رب، قولوا امين. وحقوق الطبع السردينه دي اصلا مش عايزه غير دقيقتين في النار. حالا اوريك اللازانيا دلوقتي عشان الكابوريا تعرف هتروح فين. طبعا انت عايز شويه الكابوريا دول تقزقزهم. ها قزقز كابوريا. وانا شغال اهو بطن السردينه في التتبيله. لازم الزيت يكون غزير وعلى نار شديده. السردينه عايزه الزيت بالشكل ده كده ونار شديده. كميه الزيت ده بالنسبه للسردينه غزير يعني مش كتير. اهم حاجه يغطي نصها لان لما اقلبها دلوقتي هتشوفيها دلوقتي وهي ايه بتتحمر. اخر واحده معايا اهو مكانها هنا بس خلاص. شيل كل حاجة. طيب شوف السردين أخباره هنا عند اللازانيا عايز أحمرها. إيه الأخبار؟ مهم جدا إن إحنا وأنت بتحمر السردينة دي تحط في الاعتبار. بص على السردين مخرجنا الجميل الله يوفقك، بالله عليك بالله عليك ما تخلي الفرصة دي تعديك. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ مخرجنا حبيبي خليك معايا يا حبيبي مخرجنا الله معايا. حبيبي يا غالي. خلاص سردنا استوى. يلا نغرفه مع بعض. خلص الكلام. الله سردين مقلي ويبرق لي. حاضر عينيا النبي لا ادلعك. عرفت المخرج عايز ايه؟ عايز قرنين فلفل حار حلوين كده يفتحوا نفسه على الاكل. وحد يبقى قدامه سردين ولا لازانيا؟ ابن حلال مش حرمك من حاجه. ايه السردينه استوت؟ يلا يا حلوه ألف هنا وشفا. أحلى من الجمبري والله. وعلى فكرة السردين أغنى حاجة في العائلة بالفوسفور وبالأوميجا 3. إذا كان جمبري ولا إذا كان ماكريل ولا إذا كان سمك بياض ولا سمك سردين سوري سمك دينيس ولا سمك وقار ولا قاروص، أيا كان السمك السردين من العائلة الغنية جدا بالأوميجا 3 أعلى من السلمون كمان. عشان اطمنك بس مش تقولي سعره رخيص ولا خالص، بالعكس هو سعره رخيص بس القيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الابحاث العلميه، والعلم لما يتكلم سمع هوس. الف انا وشيف يا مخرجنا. الزيت ده تحمري فيه سمك تاني، اوعي ترميه خلي بالك.
ده مهم جدا. لو عندك شويه رز صياديه اعملهم في قلب الزيت ده وادعي لي.